بمناسبة احتضان الجزائر للطبعة السابعة لكأس إفريقيا للمحليين، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بهذه التظاهرة بغية إنجاحها وإعطاء أحسن صورة عن الجزائر، حيث أسديت تعليمات لكافة الوحدات عبر كامل التراب الوطني، خاصة تلك الولايات التي تحتضن مختلف المباريات على غرار ولاية الجزائر العاصمة قسنطينة، عنابة ووهران، حيث ستكون وحدات الدرك الوطني متواجدة في الميدان من خلال تكثيف تواجد الميداني لوحدات أمن الطرقات، خاصة بغية تسهيل حركة المرور وجعلها أكثر سيولة. من هذا الجانب أيضا ستكون وحدات أمن الطرقات مدعمة بتشكيلات الجوية من خلال طلعات جوية للأسراب الجوية الخاصة بالدرك الوطني، بغية تقديم الدعم للوحدات المتواجدة في الميدان وتوجيهها إلى النقاط التي تكثر فيها الاختناقات المرورية أو النقاط التي ممكن أن تقع بها حوادث مرور. بالنسبة لتنقل الأنصار لملعب نيلسون مانديلا الذي سيحتضن الافتتاح والاختتام ومختلف مباريات، تم وضع عدة نقاط على مستوى العاصمة من أجل تنقل الأنصار. هنا تجدر الإشارة إلى أن وحدات الدرك الوطني وخاصة وحدات أمن الطرقات متواجدة عبر مختلف شبكات الطرقات من أجل تسهيل حركة المرور لضمان وصول المناصرين إلى الملعب آمنين. فيما يخص تنقل العائلات، نطمئن الجميع بأن وحدات الدرك الوطني متواجدة عبر كامل المسالك المؤدية إلى الملاعب، عبر محيط الملعب وداخل الملعب. ستكون فرق حماية الأحداث متواجدة من خلال أفرادها الذين تلقوا تكوين خاص في هذا المجال بغية مرافقة أطفالنا الذين سيأتون بالطبع رفقة أوليائهم. أيضا الأفواج السين التقنية للدرك الوطني ستكون حاضرة من أجل عمليات التفتيش. في الأخير نوجه نداء للمواطنين وخاصة المناصرين من أجل احترام قواعد قانون المرور لضمان وصولهم بأمان إلى مختلف الملاعب التي ستحتضن المباريات. ويبقى الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني موضوع تحت تصرفهم 24 ساعة على 24 ساعة، إضافة إلى موقع وصفحة طارقي للدرك الوطني من أجل الإطلاع على حالة الطرقات في آنها، وكذا موقع الشكاوى المسبقة ppgn.mdn.dz.